ومن أوجه معاناة المطلقات رفض المجتمع لزواجهن مرة أخرى، خاصة من شاب لم يتزوج من قبل. يعني وكأنها بمثابة سلعة مستخدمة لا تصلح مرة أخرى، فالزواج من مطلقة من الأمور الشائكة للطرح في مجتمعنا الذي يحمل المرأة المطلقة وزر علاقة زوجية فاشلة. ما زال المجتمع قاسياً عندما يتعلق الأمر بالزواج من مطلقة، فالشاب المطلق قد يتزوج أكثر من مرة، بينما تقل هذه الفرص لدى المطلقات. الزواج من مطلقة يواجه الرفض الذي يزيد أو يقل حسب حالة المطلقة، وهل لديها أطفال أم لا، ومدة زيجتها الأولى وأسباب الطلاق. فإذا كانت المطلقة لديها أبناء من زيجتها الأولى، فربما يخاف الرجل من صعوبة التقرب إليهم وكسب صداقتهم وموافقتهم على الزواج. والمطلوب من المطلقة في مجتمعاتنا أن توافق على أي رجل يطلق بابها على أن يكون أرمل أو مسن أو مطلق يرعى أطفاله. تلك هي الخيارات المسموحة للمطلقة أن تتحرك في نطاقها. وفي كثير من الأحيان لا يكون الرفض من قبل الشاب، بل من قبل عائلاتهم ومحيطهم، وتحديداً الحموات. وللمزيد تنضم إلينا من القاهرة نوها زهرة، الكاتبة والباحثة في العلوم الإنسانية. سيدة نوها، أهلا بك معنا في صباح العربية. لماذا يا سيدة نوها دائما المجتمع أو غالبية أفراد المجتمع يرفضون زواج الرجل الأعزب من امرأة مطلقة؟ الأسباب كثيرة جدا. نظرة المجتمع للمرأة للأسف المجتمع مش بيعرف حتى الآن يتسامح مع فكرة المرأة المطلقة بنسبة كبيرة، مع كمان ازدياد نسبة الطلاق. يعني احنا في مصر مثلا من 2017 كان سجلت 250,000 حالة طلاق، والأرقام في تزايد طبعا من وقتها. مع الأسف نظرة المجتمع الموروث الاجتماعي اللي عندنا لنظرة المجتمع للسيدة المطلقة أو للمرأة المطلقة إن هي هم كبير على المجتمع، إن هي طالما المفروض إن هي طالما اتجوزت تسيب بيت جوزها على خلاص، يعني ما تروحش في حتة تانية غير كده، لكن طالما حصل كده يبقى عليها علامة كبيرة. طب لهي العلامة الكبيرة سيدة نوها ليش ما تكون على الرجل المطلق؟ بسبب ان احنا عندنا نزعة ذكورية شوية في المجتمعات العربية مع الأسف. فالراجل يعمل اللي هو عايزه، لكن الست بيبقى عليها تحفظات كتيرة. السيدة نوها بتسمعي كمان مثلا بصير يقولوا لك قبل هذا لسه ما عندها أولاد، يعني إذا واحدة مثلا طلقت بيقولوا لك مطلقة، كيف لو كان عندها أولاد؟ يعني هون لسه دخلنا في قصة تانية، كان هو وصمة عار، يعني كأنه صار الموضوع أزمة كبيرة. و يس كنت لسه عامله يعني كده حوار مؤخرا ان هو هي زواج سابق ما لناش نتعامل معاها انها سوابق، وخصوصا طبعا لو معاها ولاد، فده ايه ده معاها اطفال، طب كام طفل، طب هي سايبه اولادها، طب هي هتيجي باولاد، انت مدانه تحت اي بند، تحت اي بند انت محطوط عليكي علامه من المجتمع. فمع الاسف المجتمع بيتعامل مع المراه المطلقه بشيء من، خليني اقول انجاز التعبير، انعدام الإنسانية، اللي هو هو كانت سوء اختيار بشكل أو بآخر، أو تجربة ما كانتش أحسن حاجة، زي أي حاجة في حياتنا نتعامل معها على هذا الأساس، لا زاد ولا نقص. طيب لكن يتفضل. طيب سيدة نوها، سألنا بعض الناس لماذا ما زالت بعض المجتمعات تعترض على زواج الشاب الأعزب من مطلقة، نتابع الردود. المجتمع اجمالا بخاف لانه المراه كان عندها علاقه قبل ومختبره قصص قبل، لهالسبب هو بيرفض هيدا الشيء، بفضلوا انه يكون مع حدا مش مختبر هيدي القصص من قبل. اليوم في كل شيء عنده رايه، ما صار تفاهم بين اثنين مع بعضهم، اذا صار تفاهم بين الاعزب والمراه المطلقه وين المشكله؟
يمكن هذا الشيء كان بمجتمعنا قبل كان تابو، بس هلا انه ليش ما المره بتنعطى فرصه ثانيه وبحق لها، يعني مثل الرجال بهذه الايام. والله هذا على حسب المجتمع نفسه، في بعض المجتمعات توافق على هالشيء وفي بعض المجتمعات ما توافق. اشوف ما في اسباب معينه، يعني اسباب رئيسيه، فانا اشوف اكبر سبب اللي هو انه نظره مجتمع انه ليش تاخذ مطلقه والبيوت مليانه سهام. احنا على فكره سهام واستاذه نهى اذا عم تسمعنا، يعني بعد ما شفنا ردود الافعال الشارع عم نوقع بغلطه، عم نستنى بانتظار استاذه نهى تطل علينا وتنورنا، يعني في حق بانتظار. أيوة موجوده، نورتينا مره ثانيه. المجتمع نحن عم نوقع بمشكله انه شخص بيكون جيد ويرتبط بشخص اخر جيد، لما بيصير الطلاق بيصير يتهم كل واحد منهم بانه هو سيء، وهي المساله مش هيك كمان، قد ايه لازم نسلط الضوء انه هذا شخص جيد جدا لكن ما كان في اتفاق وتوافق، مش معناته انه ينتقص منه. انه سيده نهى ليش كل مره المجتمع يحمل احد الطرفين انه العيب فيه؟ ليش؟ انه طلاق حصل حاله اجتماعيه طبيعيه لعدم التفاهم بين الطرفين واكثر. يس. هو مع الاسف زي ما حضرتك ذكرتي بالضبط انه هو لازم يكون في حد غلطان، مش لازم انه يعني هو ببساطه ممكن يكون ما حصلش تفاهم بين الطرفين، وخصوصا الحياه الزوجيه يعني تفاصيلها كتير جدا ومسؤولياتها كتيره جدا، وبسبب النزعه الذكوريه الشويه الموجوده بيحط اكتر الموضوع على الست وبيتعامل معاها زي ما تفضلتي وقلتي في تقديمه الموضوع ان هي بضاعه مستعمله. حتى الستات نفسهم بيبداوا المتزوجات يحسوا ان هي خطيرة عليهم وإن هي ممكن تاخد جوزها أو كذا، بيتعاملوا معها إن هي سهلة الإغواء، بيتعاملوا معها إن هي أنا إيه اللي يضمن لي إن ما يكونش الغلط من ناحيتك؟ آه ممكن يكون عدم تفاهم، بس إيه اللي يضمن لي إن أنت ما يكونش عندك مشاكل في الجواز، وإن أنت كمان حتى لو ما كانش عندك مشاكل إن أنت هتحاسبيني على حسابات قديمة بتاعت حد كان مثلا مش أحسن حد في حياتك قبل كده، فهتحاسبيني على ده، وإن أنا إن أنت ما خدتيش وقتك في التعافي في نفسيا من العلاقه السابقه، فتدخليني انا في 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 مشاكل انا في غنى عنها كراجل، يعني ده في افضل الفروض. مع الذكر برضو علشان ما نقفلهاش خالص، ان في كيسز كتيره جدا حتى في دايرتي القريبه اعرفها ان هي مطلقه تزوجت من شاب لسه اول زيجه ليه، لان التابو ده بشكل او باخر من الريبورت اللي اتذكر من شويه الى حد ما بدا يتكسر، والوعي في المجتمع بدا يبقى افضل بكتير. بسنك ان شاء الله نتمنى يصير اكثر يا استاذه نهى. يس يس بيحصل بالفعل، وبتبقى جوازات ناجحه جدا جدا، هي بتعرف تحافظ عليه كويس، مع شرط مهم جدا لو ادت لنفسها فرصه للتعافي. لازم نعمل يوم عالمي للمراه المطلقه لندعمها. يا بليز يس 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 شكرا جزيلا، لازم ندعمها تستاهل وتستحق. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا نهى زهره الكاتبه والباحثه في العلوم الانسانيه، حدثتنا من القاهره، شكرا جزيلا لك.